موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ، أهلا بكم. جدد مستشفى صبراتة التعليمي نداءه العاجل للطواقم الطبية والطبية المساعدة لمد يد العون عبر التوجه إلى قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بالنسبة للأطباء والمسعفين. ودعت إدارة المستشفى الخميس عبر حسابها بفيسبوك الطبيبات والممرضات إلى التوجه إلى مستشفى سوق العلالقة وزواغة، كما دعا المستشفى المواطنين والعاملين غير القادرين على بلوغ مقره بسبب الاشتباكات إلى التوجه إلى مركز إزواغة. أفادت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الخميس بتنفيذها ضربتين جويتين ضد عناصر تنظيم الدولة في ليبيا في 26 من الشهر الحالي. وأكدت أفريكوم مقتل عدد كبير من مقاتلي التنظيم، وأن الضربتين استهدفتا منطقة على بعد 100 ميل جنوب سرت. أشارت أفريكوم إلى أن الضربات نفذتها بالتنسيق مع الحكومة المقترحة، مضيفة أن تنظيمي الدولة والقاعدة استغلا غياب الدولة في ليبيا لإنشاء معاقل له في البلاد وتنفيذ عمليات إرهابية وفق تعبيره. تحصلت النبأ على مراسلة رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تبين مطالبة رئيس الهيئة باستكمال المسار الديمقراطي عن طريق الشعب. وقال رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور عبر المراسلة أنه لا شأن لأي سلطة تشريعية قائمة وفق الأحكام الدستورية بالدستور. وأضاف نوح عبد السيد أن الإعلان الدستوري يبين أن السلطة بعد الهيئة في الشأن الدستوري هو الشعب عن طريق الاستفتاء العام، متابعا أن إنهاء الهيئة لمشروع الدستور بالتصويت عليه بنصاب يزيد عن الثلثين من أعضائها وفق الشروط يبقى الأمر فقط للاستفتاء الشعب. أفاد موفد النبأ إلى تونس بتعليق الاجتماعات الرسمية بين وفدي الحوار بناء على طلب مجلس النواب. وأضاف موفدنا أن الجلسات التشاورية الجانبية مستمرة بين الطرفين بشأن هيكلة الرئاسية المقترح وأعضائه. يذكر أن اجتماعات تونس انطلقت منذ 3 أيام بغية إدخال تعديلات على الاتفاق. قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على 3 مسؤولين ليبيين لمدة 6 أشهر إضافية بسبب استمرارهم في تفويض السلام والمصالحة في البلاد وفق قوله. وأرجع الاتحاد في بيان له الخميس تمديد العقوبات إلى عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا وفق لما نقلته وكالة أكي. ختام الموجز، إلى اللقاء.